الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له على أنعامه وأفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. أيها المسلمون الكرام، يتكلم المحللون عن أسباب هذا المرض، وكل يدلي بدلوه مع الدلاء. ولو رجعنا إلى كتابنا، إلى كتاب الله، لوجدنا التحليل الصحيح، وهو أن الله تعالى إذا غضب انتقم. يعيث الناس في الأرض الفساد، ويبارزون الله تعالى بالعداوة، ويدعون له الولد، ويبارزونه بالعصيان والفجور والفواحش الظاهرة والباطنة. والله تعالى هو الخالق القاهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إن الله هو المنتقم، وإذا غضب انتقم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. لمن تقرأ القرآن بتعرف أن هذا انتقام من الحق الذي عصي في ملكه وكفر به في أرضه وتحت سمائه وتحت سمعه وناظره سبحانه. فإن الله ينتقم. فرعون لما علا في الأرض قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال: ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يسأل موسى عليه السلام ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، لما أغضبوا الحق عز وجل، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أقروا القرآن. قال سبحانه: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض
وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآن اليهود والنصارى يبارزوا الله بأشد أنواع الكفر والإلحاد، يدعون لله الولد، ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ربنا ما عنده ولد، قالوا الله عنده ولد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عصوا ربنا وادعوا له الولد، بارزوا ربنا بالمحاربة، حاربوا المسلمين، عشان كده ربنا بينتقم. وادروا التاريخ، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا إلى أن قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا والربا بقى ما عندهم براهم عندنا نحن ذاته وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يا أخواننا ما من عقوبة تحل على هذه الأرض إلا بذنب العباد. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد في البر، مطر ما ينزل، الزراعة ما فيها بركة، التجارة خاسرة، ده فساد في البر. والفساد في البحر، ما نقدر نستفيد مما في البحر من الموارد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ربنا ما بعاقب الناس بأي حاجة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا
ما ترك على ظهرها من دابة. بعد ربنا ما بعاقب بأي حاجة، ببعض ما كسبوا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هكذا أيها المسلمون، نحن نفهم صح لما نقرأ القرآن ونعرف أن العقوبة بذنب، ولهذا نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا بد أن يعلم العالم أجمع أن الله هو الواحد القهار، هو المتفرد بالجلال والكمال والعظمة والكبرياء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الملك له، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. بطلت الآلهة التي تدعى من دون الله، من الصلبان ومن الحجارة والأشجار والقبور والأضرحة، بطلت كلها أمام قهر الله عز وجل. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بطلت كل الآلهة المدعات عند أصحابها وهي باطلة من أول يوم، لكن الآن تبين لأصحابها إنه ما فيها شيء. الرافضة بيمشوا بيعقموا في القبور اللي بيعبدوها، بيعقموها. لو كان إله أنت بتعقمه ولا بيعقم نفسه؟ النصارى بيعقموا في المعابد حقتهم، عباد القبور بيعقموا في الأضرحة بتاعتهم. وظهر أن الملك لله وأن الأمر بيد الله، كلها باطلة، كلها باطلة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم ما قدروا يعملوا لهم حاجة. وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هذه المصيبة التي حلت بالعالم أظهرت للذي يفهم والذي لا يفهم أن الملك لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه، ولهذا سجد لله من سجد طوعا أو كرها، كما قال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ساجدين ناس في إيطاليا وفي غيرها من الملاحدة والنصارى واليهود، ساجدين لله ويسأل في الله إنه يرفع عنهم البلاء. فالملك لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. إذن أيها المسلمون، علينا أن نرجع إلى ربنا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يرجعون. نرجع لربنا وندعو يرفع عنا البلاء، ونستغفر من ذنوبنا.
اللهم هذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا تبنا إليك مما فعلنا وما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا المرض، اللهم نجنا ونجي جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أتمم علينا نعمة العافية والصحة والأمان والرخاء والنعيم في بلادنا وجميع بلاد المسلمين، إنك جواد كريم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.